مع الدخول في المعركة الانتخابية، كل الأسلحة متاحة لكسب أغلب الأصوات، وأهم هذه الأسلحة وأخطرها سلاح الدين. نزلنا لمعرفة الآراء المختلفة حول تدخل دور العبادة في الدعاية الانتخابية. هو دور أساسي لا مفر منه، على أساس أن الشيخ أو خطيب الجامع أو الإمام هيكلم بقول الله وقال الرسول، فده لا مفر منه، وده شيء أساسي لمبدأ أي إنسان بالنسبة للمسجد. حتى لو الكنيسة برضك هم بياخدوا الأسيس أو الرهبان قدوة ليهم ومثل، فبيمشوا وراه برضه، فده ما فيش فيه نفاق. ليها دور إنها توجه الناس إنها تنتخب الإنسان أو الناس أو الرجل اللي هتنتخبه لازم يكون يعني هيخدمها هي، يعني هيخدم الناس وهيخدم مصالحهم، هي ده دورها يعني. بس مش من رأيها إنها تقول لي انتخبوا مثلا فلان الفلان، لا، هي ليها دور معين إنها توعي الناس، بس بالنسبة للناس اللي هتنتخبهم إنهم يكونوا ناس ينفعوا مثلا يخدموا مصالحهم وينفعوا مثلا الوطن. إمام المسجد يتدخل بس بشرط، يقول للناس المترشح كذا وفلان وفلان وفلان، ماشي، شوف فكر ده وشوف فكر ده وشوف فكر ده، وكل برنامج ماشي إيه، اسمع اخبار ماشي، يشوف الحاجات دي، اقرا جورنال ماشي، لكن ما يصدرش فكر الناس. احنا مش عايزين نسد عقول الناس اكتر، ازاي اكتر ما كانت مسدود، احنا عايزين نبني بلد، عايزين نبني فكر. هي ليها دور في مصلحه البلد، انما في الدعايه الانتخابيه تنحاز لشخص ما المفروض لا، دي مستبعده خالص. يعني هي تدور على مصلحه البلد، ترشد بس. انا شايف الامام بتاع الجامع ان هو يدل للناس ان هم اولا ما ياخدوش فلوس من الناس اللي هم مرشحين نفسهم للانتخابات ديت، وفي نفس الوقت برضو اوجه كلمه برضو للناس اللي مرشحين نفسهم، ان هو لو مش هيعمل حاجه للناس او هو يخدم الناس يبقى ما يرشحش نفسه. بالنسبة لاستخدام دور العبادة خاصة المساجد أو الكنائس في الدعاية الانتخابية، بلا شك أن هذا الأمر أنا من وجهة نظري مرفوض تماما، استخدام دور العبادة بالنسبة للدعاية الانتخابية. وإن كان الأصل في الإسلام أن الإسلام دين شمولي، دين تكاملي، لا يفرق بين إذا كان الإنسان منتخب أو الإسلام دين ودولة وأمة وجيش بهذه الشمولية، ولكن القرآن الكريم وضح في المنتخبين في مجلس الشعب أو أي إنسان ينتخب إنسان، وصف الله عز وجل يعني في محكم كتابه أي إنسان يريد أن يرشح نفسه أن تتوفر فيه القوة والأمانة، كما قال أو كما قالت بنت سيدنا شعيب عليه السلام على لسان سيدنا موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعلى هذا الوضع فلا نريد أن تستخدم المساجد أو الكنائس للدعاية الانتخابية. أي واحد يريد أن ينتخب شخصا لابد أن تتوفر فيه القوة، والقوة ليست قوة العضلات بل هي القوة العلمية، يعلم ما يجري حوله من الأمور السياسية، هذه هي القوة. الأمانة كذلك الأمر، فلا ينبغي علينا أن نعيد الكرة مرة أخرى من الفلول وغيرهم ممن سرقوا البلاد ونهبوا خيرات العباد. فعلى هذا الأمر الإجابة واضحة، لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وإن كان الإسلام دينا تكامليا دينا شموليا. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.